إذا كنت تخطط لرحلة إلى الصين في أي وقت قريب، فمن الواجب أن تعلم أن المطبخ أغرب بكثير من مجرد بيتزا وقطع دجاج. هل سبق لك أن رأيت لحم تمساح، مئويات الأرجل، سحلية مقلية، أو حساء مخلب الدب يقدم في مطعمك المحلي؟ لا تجلب الوجبات الخفيفة بعد، لأننا سنطعم أعيننا أولا ببعض الأطعمة الأكثر غرابة الموجودة في الصين فقط. بيض القرن. كيف تفضل البيض في الصباح؟ إذا كان الجواب نتن، فإن الصين هي المكان المناسب لك. هذا هو بيض القرن، وهي نوع من بيض البط المحفوظ أو السمان أو بيض الدجاج، التي تعتبر رفاهية في جميع أنحاء الصين. يطلق عليهم أيضا اسم بيض الألف عام أو بيض الألفية، لكن لا داعي للذعر، لم يتم الحفاظ عليهم فعليا لفترة طويلة. يغطى البيض بعجينة مصنوعة من الشاي وملح الجير والرماد، وتترك لمدة تصل إلى عدة أشهر. خلال هذا الوقت يغير هيدروكسيد الصوديوم الموجود في الغلاف باطن البيضة، بينما يتحول بياض البيض إلى هلام بني، يصبح صفار البيض مصدرا كريميا للنكهة الحادة. كما يمكنك أن تتخيل، إنه طبق استقطابي للغاية. يدعي العديد من المعجبين أنه لذة عطرة، بينما يعتقد الآخرون أنه طعام قد انتهت صلاحيته. شوربة مع لدغة. يمكنك العثور على الكثير من أنواع الحساء غير التقليدي في الصين، وحساء سمك القرش ليس استثناء، مصنوع من زعنفة سمكة قرش حقيقية. إنه أحد أفخم الأطباق في السوق، حيث أن وعاء واحدا فقط يكلف حوالي 100 دولار. يتم تقطيع الغضروف الذي يشبه في تركيبه أظافر الإنسان لإضافة قوام إلى الحساء. على الرغم من أنه لا يوفر في الواقع الكثير من النكهة، لكنه طبق مرتبط بالحظ السعيد، لذلك يتم تقديمه في المناسبات الهامة مثل حفلات الزواج والمآدب. لكن جمع المكون الرئيسي أمر شنيع، حيث يقتل ما يقدر بنحو 73 مليون سمكة قرش كل عام من أجل زعانفها فقط. بالنسبة لمكون لا يضيف حتى أي نكهة، فهذه تكلفة باهظة للغاية. شيش كباب فرس البحر. إذا وجدت نفسك تغامر في بحر الباعة المتجولين في الصين، فهناك وجبة خفيفة من المأكولات البحرية قد تبرز من بين البقية. صدق أو لا تصدق، الصين هي أكبر مستهلك لفرس البحر في العالم، ويبلغ الطلب السنوي عليها حوالي 500 طن. عندما تجف تصبح وجبة خفيفة مقرمشة على الرصيف طعمها مثل حسنا سأدع هذا الرجل يخبرك. لكنها أكثر من مجرد قضمة للأكل. لأكثر من 600 عام تم استخدام فرس البحر في الطب الصيني التقليدي لعلاج ضعف وظيفي معين لدى الذكور. لذا في المرة القادمة التي تشعر فيها بالحرج من التوجه إلى طبيب، فلماذا لا تحاول اصطياد فرس البحر بدلا من ذلك؟ أنا أمزح، هؤلاء الصغار لطيفون للغاية بحيث لا يمكن استخدامهم كبديل لمنشط. دعنا نأخذ استراحة سريعة لمنعك من الهروب إلى الحمام في وقت مبكر جدا. إليك شيئا لذيذا لقضمه بأسنانك بدلا من ذلك. أزرار الإعجاب والاشتراك المغرية جدا. أضع مقاطع فيديو جديدة لإرشادك خلال هذا العالم اللذيذ من الحقائق المدهشة، العلم الشهي، والقصص النضرة والمزيد. هل استعدت شهيتك؟ رائع، إلى الطبق التالي. شوربة البساق. كم سيسيل لعابك إذا سمعت حساء بساق الطيور؟ مصنوع من أعشاش الطيور الصالحة للأكل، والتي تسمى أحيانا كافيار الشرق. حساء عش الطيور نادر للغاية وقيم حقا. يتكون المكون الرئيسي بواسطة سويفتلت، والتي تستخدم لعابها لإنشاء أعشاش قوية على ارتفاعات مذهلة، وعادة ما تكون عالية في كهوف قمة الجبل. كما يمكنك أن تتخيل، فهي ليست أسهل الأشياء لحصادها. بالنظر إلى مدى صعوبة تنظيفها ومخاطر الحصول عليها في المقام الأول، يمكن بيع بعض الأعشاش مقابل 11,000 دولار لكل كيلوغرام. لقد تم استخدامها في الطبخ الصيني منذ حوالي 1200 عام،
وهي مفضلة لقوامها الجيلاتيني. فجأة يبدو أن بصاق نادل في طعامك يمكن اعتباره مجاملة إذا كان لديه ريش بالطبع. اختيارات الشيبس. عندما يتعلق الأمر برقائق البطاطس فإنني أوافق على مجموعة متنوعة من النكهات، لكن الصين تمكنت من الانتقال إلى المستوى التالي بوفرة النكهات الغريبة. كيف يبدو لك ذوق حساء السمك الحار والحامض؟ لا، ماذا إذن عن رقائق بنكهة شاي الليمون؟ هل جعلك ذلك تشعر بالمرارة؟ ماذا عن نكهة التوت؟ على الرغم من أنها قد تبدو غريبة، فإن اندماج الطعام الغريب مع ملوحة الرقائق يعتبر ناجحا في العديد من مناطق الصين. اعتبرني قديما، لكنني سألتزم بكلاسيكيات الشيبس. شكرا لك. زيت المزراب. ماذا تعتقد أن هذه المرأة تفعل؟ تنظف المجاري. قد تكون بصدد سحب كل هذه الأشياء السيئة من المصارف، لكنها لا تتخلص منها، إنها في الواقع تجمعها. هذا صحيح، كل هذه الكتل الرمادية هي زيت متجمد قديم. إنها تأخذها لتتم معالجتها وإعادة تدويرها إلى زيت الطهي، حيث سيتم بيعها للمطاعم والباعة المتجولين. من الواضح أن هذه العملية برمتها غير قانونية بشكل كبير، ولكن مع زيادة تكلفة زيوت الطهي العادية في البلاد، فإن هذه القمامة المعاد تدويرها هي بديل أرخص بكثير، لدرجة أنه في عام 2013 قدر أن عشر زيت الطهي في الصين كان شكلا من أشكال زيت المزراب هذا. سيتطلب الأمر أكثر من القليل من التوابل للتخلص من طعم القمامة من فمك. عظام الخفاش. مجرد فكرة تناول حساء الخفافيش مثل هذا من جزيرة بالاو في ميكرونيسيا يسبب الغثيان لكثير من الناس، لكن لا تقلق، فالعديد من الناس في الصين يشعرون بنفس الشعور. لطالما كان تناول الخفافيش في الصين أمرا غير مقبول ثقافيا، ولكنه ليس غير قانوني. في عام 2009 أفاد أحد الباحثين أن مناطق في جنوب الصين مثل مقاطعات غواندونغ وغوانشي تبيع لحوم الخفافيش في الأسواق، وتم الإعلان عنها في المطاعم. ولكن هناك خطر كبير ينطوي على تناول الخفافيش، لأنها تستضيف عددا كبيرا من الفيروسات، وعلى الأخص فيروسات كورونا مثل سارس، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر. في حين أنه لا يزال غير معروف بالضبط من أين بدأ تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 المدمر من عام 2020، إلا أن البحث العلمي يقترح أنه من المحتمل أن يكون قد جاء من الخفافيش. بغض النظر عن مدى جودة مذاق الحساء، وهو ما أشك به حقا، فهل يستحق الأمر حقا المخاطرة بتفشي فيروس في جميع أنحاء العالم؟ لا أعتقد ذلك. مفاجأة حريرية. سيأكل بعض الناس أي شيء إذا كان مقليا. نعم، أنت بالضبط، بيتزا مقلية، كعكة عيد ميلاد مقلية، حتى بطيخ مقلي. ولكن هل ستكون شجاعا بما يكفي لتجربة شرانق دودة القز المقلية؟ تعتبر ديدان القز هذه طعاما شهيا تقليديا في شمال شرق الصين، وتباع على أسياخ حيث يتم قليها فيه مع القشرة وكل شيء، لكن لا يتم العثور عليها فقط على الأرصفة، فهي عنصر شائع في العديد من مطاعم المنطقة أيضا. يتم غمرها في التوابل اللذيذة لتسهيل ابتلاعها، أو على الأقل لجعلك تنسى أنك تأكل الديدان حرفيا. الحساء. ما هي أفضل طريقة يمكن أن تدفئ بها نفسك من تناول وعاء لذيذ من حساء الثعبان؟ يعرف في الكانتونية باسم سيغانغ. يمكن أن تحتوي هذه الأطعمة الصينية الجنوبية الشهية على ما يصل إلى 5 أنواع مختلفة من لحم الثعابين. يبدو أن مذاق اللحم نفسه مشابه للدجاج، ولكن مع القليل من الحراش في أكثر من وجبة الدجاج العادية. تسمى مطاعم الأفاعي في هونغ كونغ سيوونغ، والتي تترجم إلى ملوك الأفاعي، لكن هذه المطاعم أصبحت اليوم نادرة بشكل متزايد، لأن طهي الثعابين يتطلب خبرة معينة، وللأسف لا يتم الدفع جيدا. لذا إذا أردت يوما أن تأخذ قضمة من ثعبان، فمن الأفضل أن تجربها بينما لا تزال حارة حرفيا. اختيار موفق.
إذا لم تتمكن من التعامل مع بيض القرن، فغطي عينيك أو انظر بعيدا الآن. هذا هو البالوت، بيضة البط المخصبة التي تم غليها مع القشرة ويتم أكلها والجنين لا يزال بداخلها. على الرغم من أنها تبدو من الخارج غير مشهية، فقد نشأت هذه الوجبات الخفيفة المعبأة مسبقا في الصين، وأصبحت طعاما شائعا في الشوارع في جميع أنحاء الفلبين. لكي تعيش هذه التجربة المؤلمة، تفتح البيضة وتمتص المرق الذي تجمع في الأعلى بسبب غليها. ثم إذا كنت تشعر بالشجاعة، فستقشر القشرة وتشرع في تناول الطعام بالكامل مع العظام والمنقار وكل شيء. من كان يعلم أن القرمشة المضافة قليلا يمكن أن تكون مرعبة للغاية. أسوأ كوابيس النباتيين. تستهلك العديد من الثقافات منتجات الدم، مثل البودينغ الأسود في إنجلترا أو مورسيا في إسبانيا، لكن توفو الدم في الصين يبدو مختلفا بعض الشيء. هذا لأن المكون الرئيسي للتوفو، وأحيانا المكون الوحيد، هو الدم. تستخدم الكتل التي تشبه الهلام من دماء البط أو الخنازير المتجمدة في أنواع المرق والحساء. إنه غني بالمعادن بشكل لا يصدق مثل الحديد، ولكن هذا يضيف فقط إلى المذاق الدموي الذي يتركه في فمك. المراجعات على الإنترنت تقارن الطعم بالعض على شفتيك. إنه لا يبدو فاتحا للشهية تماما، ويصبح أقل من ذلك عندما تعلم أنه يخلط أحيانا مع الفورمالديهايد السام لتحسين اللون والملمس. التوفو الملوث. إذا كنت تمشي في شوارع سوق في الصين وفجأة شعرت بالغثيان بسبب رائحة القمامة المنبعثة، فهناك فرصة كبيرة أنها في الواقع تأتي من طعام رفاهي ثقافي. هذا هو التوفو الأسود النتن. يصنع التوفو العادي من حليب الصويا المتخثر، وأي شخص نباتي سيخبرك أن خثارة الفاصوليا الناتجة تكون لطيفة نسبيا، لكن التوفو الأسود النتن يستغرق وقتا أطول، ويمكن أن يظل محلول الملح الأسود المصنوع منه لمدة عام كامل تقريبا لمنحه نكهة أقوى. بعد تخميرها بمزيج من الأعشاب والخضروات الصينية، تصبح الكتل الصلبة السوداء من خثارة الفاصوليا جاهزة للتسويق. قد يفكر بعض الشجعان بينكم، لا يبدو الأمر بهذا السوء، لكن انتظر حتى أخبرك بهذا. يمكن لبعض البائعين أخذ حريتهم هنا، واختصار العملية عن طريق إضافة البراز إلى التوفو لجعل رائحته أكثر نفاذة، وعليك اتباع حاسة شمك في هذا. الهلام المقرمش. في مناسبة خاصة مثل حفلة عيد ميلاد أو ذكرى سنوية، ما نوع الطعام الذي قد تقدمه؟ أنواع من اللحوم؟ كعكات مثالية المظهر؟ ماذا عن سلطة قنديل البحر؟ هذا صحيح، على الرغم من أنها مصنوعة من حوالي 95% من الماء، إلا أن بعض عشاق الطعام الصينيين وجدوا طريقة لجعل قنديل البحر طبقا للذواقين. قنديل البحر نفسه لا طعم له، لكن قوامه المقرمش يجعله مثاليا كمكون للسلطة. فقد تحقق من هذا الفيديو الغريب. لكن صنع سلطة قنديل البحر ليس بسيطا، كأن تصطاد واحدة من البحر وتبدأ في تقطيعها، لأن ليس كل قناديل البحر صالحة للأكل. ومع ذلك فقد قام الصينيون بدمج قنديل البحر في وجباتهم لأكثر من 1700 عام. أعتقد أنك لن تعرف أبدا ما الذي ستحصل عليه عند طلب وعاء من الهلام. العضو الذكري. يفخر مطعم غولي جوانغ في بكين بتقديمه لكل أنواع السجق من كل الحيوانات، وأنا لا أتحدث عن النقانق، لكنها ليست المكان الوحيد في الصين الذي يقدمهم. في جميع أنحاء البلاد تعتبر العديد من أعضاء الحيوانات من الأطعمة المفضلة للغاية، ليس بسبب مذاقها أو تنوعها الهائل، ولكن لجودتها الواضحة كمنشط جنسي. في حين أنه لا يوجد علم داعم وراء ذلك، يعتقد الكثير أن بعض اللحوم من الجانب السفلي للحيوان يمكن أن تزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء. سمك يين يانغ. في حين أن يين يانغ تعني الانسجام والصفاء، فإن سمك يين يانغ لا يمكن أن يكون أبعد من تلك الفكرة البريئة. سمكة يين يانغ هي سمكة كاملة مقلية،
يتم طهيها أسفل الخياشيم لإبقاء رأس السمكة حية أثناء طهيها وتقديمها وتناولها. قد يبدو هذا وحشيا تماما، وهذا لأنه كذلك. لماذا قد يرغب أي طاهٍ سليم العقل أن يفعل شيئا كهذا؟ حسنا، في الصين يقوم بعض الطهاة بذلك لإثبات نضارة الأسماك للعميل. تم اختراع هذا العنصر المشكوك فيه أخلاقيا في تايوان، ولكنه اكتسب شعبية منذ ذلك الحين في أجزاء كثيرة من الصين. أنا أحب سمكتي طازجة، لكني سأصدق كلمتك بسرعة، بدل تقديمها لي وهي تحاول الهرب من الطبق. الروبيان السكران. إذا كانت سمكة يين يانغ قد أجبرتك على تغطية عينيك، فلم يحن الوقت بعد لإلقاء نظرة خاطفة من خلال أصابعك، لأن الأسماك ليست الكائنات الوحيدة التي يمكن أن تجد نفسها مطبوخة على قيد الحياة في الصين. الروبيان المترنح هو طبق حيث يتم تقديم الروبيان حيا، يتم غمرها وتتبيلها في صلصة من الخمور، الأمر الذي يزعجها مما يجعلها تقفز بعنف في الوعاء. في النهاية يستهلك الروبيان الخمور مما يجعله بطيئا، وهذا يسمح للأشخاص بأكله حيا. إنه عرض فوضوي للغاية قبل العشاء، نظرا لأن الحيوانات الصغيرة في حالة سكر بدلا من الموت، فإنهم يتمكنون أحيانا من الحصول على انتقامهم اللطيف والرائع عندما ينقلبون على الآكل الجشع حرفيا. نقطة للروبيان، صفر للمؤثرات الصينية. هل تشتهي الكلاب؟ سترغب في تغطية أذني سكوبيدو لعنصر الطعام التالي. في حال لم تكن تعلم بالفعل، فإن الصين هي أكبر مستهلك للحوم الكلاب في العالم بأسره، حيث تستهلك حوالي 20 مليون كلب كل عام. على الرغم من أن هذه الممارسة مرفوضة، إلا أن دراسة استقصائية أجريت عام 2016 كشفت أن حوالي 30% من السكان قد أكلوا لحوم الكلاب في مرحلة ما من حياتهم. في الفولكلور يعتقد أن تناول لحوم الكلاب خلال أشهر الصيف يعزز الصحة ويجلب الحظ السعيد. هذا هو السبب في أن الأعياد مثل مهرجان يولين للحم الكلاب الذي يستمر 10 أيام فقط يشهد تناول ما يقرب من 10,000 رفيق مغطى بالفرو كل عام. ومع ذلك فإن الأحكام التي أصدرتها الحكومة الصينية في عام 2020 اعترفت رسميا بالكلاب باعتبارها رفقاء وليست ماشية، على الرغم من أنه قد لا يكون لديهم 9 أرواح مثل نظائرهم من القطط. إلا أن هذا التشريع الجديد يجب أن يحسن فرص الجراء الجاهزين لمهرجانات مستقبلية. هل تشتهي القطط؟ حسناً، أعلم أنني قلت إن القطط لديها 9 أرواح، لكن هذا ليس صحيحا تماما في الصين. للأسف، تماما مثل نظرائهم من الكلاب، يمكن أيضا تقديم رفاقنا القطط في الصين كطبق جانبي. يتم أكل حوالي 4 ملايين قطة كل عام في جميع أنحاء البلاد، وعلى الرغم من اعتبارها من المحظورات، إلا أن هذا لا يمنع الباعة المتجولين والريفيين من المشاركة في فضيحة الحيوانات هذه. مناطق مثل مقاطعة غواندونغ وغوانشي في جنوب الصين بها عدد كبير من السكان الأكبر سنا الذين يعتبرون لحوم القطط مصدرا غذائيا جيدا خلال أشهر الشتاء، ويعتقد أن مقاطعة غواندونغ وحدها تستهلك حوالي 10,000 قط في اليوم. في الواقع كشف تحقيق من عام 2017 أنه تم جمع القطط الضالة والحيوانات الأليفة وبيعها للمطاعم تحت ستار لحم الأرانب. هذا حقا خداع على جميع الأصعدة. التوفو المرعب. فقط عندما كنت تعتقد أن الطعام النباتي لا يمكن أن يزداد سوءا، سأقدم لك ما يسبب الكوابيس، التوفو المشعر. كما تعلم الآن، التوفو مصنوع من حليب الصويا المخمر، كما هو الحال في عملية صنع الجبن. فإن الوقت الذي يستغرقه التوفو للتخمر يمكن أن يغير قوامه ونكهته. في حالة هذا التوفو الذي يرتدي شعرا مستعرا والمعروف أيضا باسم ماو توفو، هناك حاجة إلى الظروف الرطبة أثناء عملية التخمير للمساعدة في زراعة عفن به ملمس يشبه الشعر. تعطي هذه العملية نكهة قوية ونفاذة للغاية. إذا كنت من محبي الجبن الأزرق أو ستيلتون فستعرف ما أتحدث عنه هنا. ولكن على عكس الجبن
فإن هذه المادة الغذائية التي تربي شعرها تنبعث منها رائحة الأمونيا، ممتعة بالنسبة للبعض ولكن مقززة للآخرين. السلطعون المقلي. لا يوجد العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها مع قشرتها، ولكن بفضل البراعة الصينية يمكنك الآن تناول سلطعون مقلي ولذيذ مباشرة من السيخ. هذا صحيح، تم تغطية هذه السرطانات ذات القشرة الناعمة من أجل تجربة طعام الشارع في الأسواق في جميع أنحاء الصين. في حين أنها تبدو وكأنها حل سهل لتقديم لحم السلطعون الذي يصعب الحصول عليه، فإن هذا المشكل ينتقل إلى العميل. عليك أن تقدم القشرة لتصل إلى وجبتك، وأعني بذلك العيون والأمعاء وكل شيء. والأمر ليس سهلا أيضا، وفقا للبعض يمكن أن يعلق الكثير منه في أسنانك. أعتقد أنني سألتزم بالعصي القيمة في الوقت الحالي. إلا النحل. وفقا للعلماء فإن النحل يختفي بسرعة. أنا لا أقول إن أي عامل يقع اللوم عليه تماما، ولكن تحويل هذه الكائنات المحبة للزهور إلى وجبة خفيفة لذيذة لا يساعد بالتأكيد. في مدينة تشينغداو الشمالية يقدم مطعم أطباقا من يرقات النحل المقلية، لكن هذه الممارسة ليست غير شائعة في الواقع. منذ أواخر القرن التاسع عشر كانت يرقات النحل والشرانق تؤكل في العديد من مناطق الصين، ولا تزال تباع في الأسواق حتى اليوم. بالنسبة للبعض مذاقهم مثل كرات صغيرة من العجين النيئ، ولكن لمجموعة أخرى تكون حلوة بشكل طبيعي وتتماشى مع الملح وتوابل الفلفل. هذا لا يبدو شهيا بالنسبة لي، ولكن من يدري، إذا كانوا حقا بهذه الجودة فلا عجب أنهم في طريقهم لأن يصبحوا مهددين بالانقراض. حساء المخلب. للوهلة الأولى يبدو هذا الحساء وكأنه مزحة أكثر من كونه وجبة، يبدو أن يد دمية قد تركت في الوعاء. للأسف هذا هو ملك الحساء الصيني الرهيب، لوح للترحيب الحار بشوربة مخلب الدب. وفقا للفولكلور من المفترض أن يمنح هذا الحساء المستهلك قوة وفحولة الدب، وبالنسبة لهذا النوع من المقايضة يمكن أن تكلف حصة واحدة ما يزيد عن $1,000. لكن الطريقة التي يحصدون بها المكون الرئيسي مروعة بلا شك، حيث يتم الاحتفاظ بحوالي 10,000 دب في أقفاص صغيرة في 70 مزرعة في جميع أنحاء الصين، حتى أن البعض ظل هناك لأكثر من 30 عاما. يبدو أن هذا الطبق مروع بأكثر من طريقة. طبخ التماسيح. تم افتتاح أول والمارت في الصين في عام 1996، وعلى الرغم من أنه قد يبدو مألوفا من الخارج إلا أن مجموعة الأسماك المعروضة لديها شيء خاص بالفعل. لحم التمساح هو سلعة متوفرة في جميع أنحاء الصين، ولكن تم استخدام هذه الزواحف العملاقة في عناصر الطب الصيني التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. في ذلك الوقت كان اللحم يعتبر ذا قيمة غذائية عالية، وكان يعتقد أنه يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. بينما لا نزال ننتظر العلم لدعم الادعاء الأخير، نعلم أن لحم التمساح غني بالبروتين ومنخفض في الكوليسترول، والصين ليست البلد الوحيد الذي يستمتع به. في الفلبين يعد التمساح الرضيع مثل هذا وجبة احتفالية تحتوي على ما يكفي من اللحوم لإطعام 50 شخصا. هل ستكون شجاعا بما يكفي لأخذ قضمة من هذا؟ أخبرني في التعليقات أدنى. غولونغاو. غولونغاو هي تحلية طبية قديمة جاءت في الأصل من مقاطعة غوانشي في الصين. إنه نوع من الهلام المر له جذور عشبية كانت كافية لشفاء إمبراطور تونغزي من الجداري في القرن التاسع عشر، إذا كان لنا أن نصدق الفولكلور بالطبع. لكن هناك عنصر سري واحد في هذه التحلية الداكنة قد يجعلك تصاب بالصدمة. هل يمكنك التخمين؟ إنها مصنوعة من مسحوق صدفة سلحفات. تقليديا كانت مصنوعة من درع السلحفات الذهبية القيمة، وهي هذا الجزء. كان يعتقد أنه يساعد في علاج السرطان والفشل الكلوي، على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم هذا الإدعاء. لن يكون السيد سبلينتر سعيدا عندما يكتشف ذلك. زاحف المطبخ.
هناك 100 سبب يمنعك من أكل حشرات المئويات السماء، لكن في الصين يمكن تجفيف هذه الحشرات المرعبة أو قليها لتصبح وجبة خفيفة مقرمشة على طريقة الكباب. متع أذنيك بهذا. وهذا ليس كل شيء، تم استخدام هذه الوحوش عديدة الأرجل في الطب الصيني منذ آلاف السنين للمساعدة في علاج مرض السل، الهيربيس، الشلل وحتى السرطان، لكنها غالبا ما تضر أكثر مما تنفع، كما اكتشف مريضان صينيان بعد أن انتهى الأمر بديدان الرئة الطفيلية في أدمغتهما نتيجة أكل مئويات الأقدام نيئة. إذا كنت تبحث عن القرمشة لإرضاء جوعك، فهل لي باقتراح التمسك برقائق البطاطا في الوقت الحالي؟ قلي السحالي. إذا كنت تعتبر نفسك من محبي الزواحف، فربما لا يكون المطبخ الصيني هو شيء مفضل لديك. لقد رأينا بالفعل الثعابين تتحول إلى حساء، ولكن ماذا عن السحال الطائرة على العصي؟ يمكن العثور على جثث هذه الزواحف المفلطحة، المقلية، أو المجففة بالملح عبر أسواق الشوارع، كما أنها مكدسة في أقفاص وصناديق جاهزة لتحويلها إلى حساء أو شاي عندما يتم تقديمها كوجبات خفيفة بدلا من الاعتناء بها كحيوانات أليفة غريبة. يقال إن السحال لها قيم طبية تساعدها في علاج الربو. قد يبدو الأمر مختلقا، لكن دراسة علمية واحدة على الأقل من عام 2017 دعمت هذا الإدعاء. قل وداعا لأجهزة الاستنشاق ورحب بحل جديد طائر. وجبة على شكل نجمة. السحالي على العصي غريبة جدا، لكنها ليست المخلوق غير التقليدي الوحيد الذي يتم تسويته وبيعه في أكشاك السوق، نظرا لأن الصين أصبحت واحدة من أكبر أسواق المأكولات البحرية وأسرعها نموا في العالم، فإن نجم البحر يشق طريقه بسرعة عبر البلاد. لكن كيف يمكنك تناول هذا الطعام؟ أولا عليك أن تفتح الدرع الخارجي الشوكي. هل ترى تلك الكتلة باللون الأخضر الزيتوني التي تبطن الداخل؟ هذه وجبتك. بعدها تقشر أو تمتص هذه الكتلة، مما يتركك مع جرعة لزجة من ذوق السمك. قد لا تكون مناسبة للجميع، لكنها تبدو سعيدة بما فيه الكفاية. البطلينوس الهائل. بوزن يصل إلى 7 كيلوغرام وتكلفة تصل إلى 300 دولار لكل منها، اسمح لي بتعريفك على أكبر نوع من البطلينوس المختبئ في العالم بأسره. هذا هو باسيفيك جيوداك، البطلينوس الذي يتم تقديره بسبب حجمه العملاق وقوامه المليء باللحم ونكهته المالحة. الأمر هو عندما يتم إخراجهم من البحر يكونون مليئين بالمياه. هذا يعني أنه إذا لم يتم تحضيرهم بشكل صحيح كما توضح هذه السيدة بشكل ممتاز، يمكن أن يتحولوا إلى مفاجأة غير متوقعة. تحدث عن التضحية من أجل الفريق. أي من هذه الأطعمة تعتقد أنه الأكثر غرابة؟ هل قام أي منكم بتذوق أي شيء غريب مثل هذه العناصر؟ أخبرني بكل شيء في التعليقات أدناه، وشكرا على المشاهدة.